السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. قناة اليوم اللي غادي نتكلموا نقولوا للصحافة، نقولوا ما واقع لهذو الصحافيين، هذو الناس اللي يهضروا الحقيقة، هذو الناس اللي يهضروا الحق. أين وصلت قضية حلفاية، قضية المكالمة أين وصلت؟ على الصحافة سكتوا. سؤال نطرحه، لماذا الصحافة التزمت الصمت؟ لماذا الصحافة سكتت؟ مكاش صايك، مكاش كان والو، فاتوا داروا كاع مليها وخلاوها منا وراحوا مليها. قلت لكم ينوضوا الصيد ومن بعد يروحوا يخلوه، ينوضوا الصيد بعد يروحوا يخلوه. هذو الناس ينوضوا الصيد ويروحوا يخلوه. صايك عرفت شنو ندير؟ كان لا رامي تاعي تهدر، مكان لا اتحاديه تهدر، مكان لا نهار لا هداف لا بلاد لا يهفوكم في ميجو بداو يهضروا. عرفوا باللي راهم مأمورين، تب يشعلوا عليهم الضوء، تب يطفوا عليهم الضوء، مأمورين طب يشعل. مكاش وين القضيه كيفاش حنا نقارعوا فرحانين نقارعوا؟ وين راهي؟ احنا جيبوا لنا قضيه، وين راهي؟ سبحان الله، من حقي انا مواطن جزائري نعرف القضيه هذه وراي واصله. شوف انا باش نقول لكم شن هذاك اعراب، هذاك نهار اللي قال لهم حنايا زتي ما نعرفوه، قال لهم ماشي زتي، هذاك اعراب ش قال لهم؟ عز الدين اعراب قال لهم انايا حلفايا ما نعرفوه، ما يخدم معنا ما والو. لا اولا ريجيس كوميرس تاع وفاق سطيف، اولا تشوفوا معايا غادي تشوفوا ها هو تاع وفاق سطيف، هذا هو ريجيست تاع وفاق سطيف. هنايا سماوات، ها هو الشركه تاع وفاق سطيف. عاد بالكم مليح راني مكبرها ولا غلط؟ الشركة اسمه بالاك، جاية ملكية المحل التجاري زروقي عبد الرحمن، حي المنجلي زهرة. هاولا هاولا باش نردو على ذاك، هاولا هاولا سماوات. شو معنا سماوات بالخف؟ شوف فهد حلفية وراه، شو عز الدين أعرب وراه، شوف هذو أعضاء هذو هم لا وراهم، هم لا ممثلين، ممثل أول ممثل، ممثلين شرعيين، هاي اقرأ شوف فيها عز هذا ناس. قلنا لكم يا أنتوما يا الإدارة تاع وفاق سطيف منبطحين، علاه قلت لكم منبطحين؟ وين راه عمي العريبي الله يرحمه؟ وين راه مرجاله صاحبي؟ وين راه مرجاله؟ وين راه عمي العريبي الله يرحمه؟ وين راه مرجاله كانوا في سطيف؟ اي منبطحين، سمحوا في صاحبهم بالخب، قالوا تأمن فيهم هذو العسل، يعطي كل يوم يعطيني كيلو عسل، ما نأمنش فيك. شوف في هذا الاسماء واللقب، عز الدين اعراب مزداد 1962 في سطيف، حلفاية فهد حلفاية زايد 1982 سطيف، فخر الدين كتافي فخر الدين وقيلة زايد 77 في سطيف، زرغي لزهر زايد 65 في سطيف، مجوبي سليم زايد في سطيف 1966، زغيليش الطاهر 1955 في سالم سطيف، الشريف هذا زقيليش الشريف 1951 فانك في سالم. يعني ومن بعد يخرجوا يقول لك حنا ما نعرفوش، ما عندنا هنا يا كاع وثائق، والله لا ما عندنا كلش. عرفتوا سمحوا لنا شو دقيقه، ها ولا وراه شوفوا معنا تشوف بالخف، عرفتوا عقد ها ولا تاع سطيف، ها ولا عقد هنايا الله يجعل تطلع مليح، الله يجعل تشوفوها. تنازل السيد فهد حلفاية عن حصول على أجرة، وذلك لرغبته في العمل كمتطوع
في كامل مدة العقد تاعو. هاي لو راح هاي حقرا مشي مليحة. نكره الحقار نكره الحقار نكره الحقار مشي مليحة الحقرا. هاي لو راهي هاي لو راهي والله اللي هاي لو راهي هنايا شو ما يخلص خاطر الاخرين كاع يخلصوا الاخرين كاع يخلصوا هو ما يخلص. عطاوه 80 مليون قال لهم ما نخلصش قال لهم اعطوها ليجا نشروها ليجا 80 مليون بيت عطوها لي عطوها ليجا خاطر هو جاب 9 ملاير. عرفت شو كيفاش وين هو لا يتعاهد فاتح الفايه بالعمل لدى الشركه وتحت اداره اشراف المجلس الاداري في حدود صلاحيات مخول لها والمذكور لها لاحقا. الشركة الرياضية ذات أسهم بالاك أوس ستيف تعيين السيد فهد حلفاية مدير عام إلى غاية 30 جوان 2020 قابلة للتجديد ابتداء من تاريخ العقد تنازل السيد فهد حلفاية عن حصول أجرته. يتولى مدير عام تحت مسؤولية تعامل شركة. شو كيفاش كاين بزاف العقد هذه بصح حنا باين نهدر باين نهدر انا جيت نهدر انايا باين نهدر. علاش راكم ساكتين علاش علاش قنوات راكم ساكتين الرجاله نتوما ماشي رجاله ماشي تضلوا تضلوا تذبحوا هاو تذبحوا هي تذبحوا. علاش علاش كلاب تاع زتي هذوك كلاب تاع زتي هذوك اللي يضلوا يتنابحوا يعايروا في الصحافه على ما يهدروش على مساكتين ياه علاكم ساكتين علاش راكم ساكتين ما هو السبب. انا كتبت للقناه الهداف النهار الشورو كاع يعني كتبت لهم هذيك الشورو خرجتها ديريكت مع فرنسا ديريكت دير علام تاع فرنسا هي بقات غير ديرها تكتبها بالفرنسي تاع بار تي في هذيك كسموهم هذيك البلاد الاجواء هذو كاع كتبت لهم. علاش راكم ساكتين انا راني واحد من الناس مواطن جزائري متابع لكرة القدم يا خويا راني نحضروا علاش راكم ساكتين على هذه القضيه تاع حلفايه ولا باغي تخرجوا خرجوا معاك من تحت تحت ما تبينوهمش يخرجوا صحيح. ها والله ها ما فهمناش حنايا مازلنا ما فهمنا والو على راكم ساكتين قضيه كيما هذه الناس يسكت عليها. ها قلت لكم انا يطفوا عليكم الضوء انا نخلع ميسيكم طو 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 بعد نعرفكم نعرفكم دايرينكم كي سلوقي تنوضوا الصيد وتوخروا تمشوها مرحله خرجت مرحله تاع الكراس بعد خرجت مرحله تاع المكالمه تنسي وحده تنسي وحده ضروك راهي تاع استئناف ضروك رانا لاهين في الاستئناف راك تشوف كيفاش يخدموا الكراس الناس نساتها اللي غادي نهار اللي تجي غادي تعوجنا غادي تعوجك تعوجنا حنا غادي يقولوها لك من فمك غادي يقولوها لك من فمك يقول لك اقعد في داركم اقعد في داركم ما تخدمش والكعب تاع التريسينتي والما راهي تجي راهي تتلم مازال ما على بالي علاش راهم يسالوا دروك انا ربي يجيب الحفظ والسلامة. الكراس مكالمة استئناف شتا كيجيبوها ها ومن بعد جمعية عامة ومن بعد يقعدوا ومن بعد يدخلوا في الجمعية العامة ومن بعد ينوضوها بين مدور قال زتي قال مدور قال زتي جا ومن بعد يجي بهلول يقيس كلمة زوج في الهداف ويروح ومن بعد يكيما هكا كاع ساكتين هضروا الصح جبدوا لنا على هذي. أنا والله راني مع حلفاية خاطش علاه مظلوم حلفاية المظلوم نهدر هكا ديريكت الخوف غير من ربي والموت وحدة والأسباب متعددة الخوف غير من ربي برك هذه يعني نخاف من ربي برك والله بزاف واش راني عارف مليح زومين الأول هذا زاتشي تاع لافاف زاتشي تاع لافاف اللي تعطي له اللجنة الولائية تاع الاستثمار اللي رأسها يعني باش هكذا ولكني نبينوا له الحقائق اللي يعني لي بليسور لي بلين اللي دارهم هنا بنتير زاد شي يدي 1000 قطار
لي بليسور لي لي بلين اللي دارهم هنا في دير زاد شي انت 1000 هكتار 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 يدي 1000 هكتار في الـ في الـ في الـ في الرشايقة في المنطقة اللي تتسمى الرشة وام الزبوج الرشة وام الزبوج الرشايقة هذه يعني راها الأولى وطنيا في إنتاج البصل والأولى وطنيا في إنتاج الثوم وعندها مكانة مرموقة في إنتاج البطاطا وخيرات ربي هاهم هنا يجوا يدوا الأرض ويبيعوها 1000 هكتار لزاتشي ويبيعوها 1000 هكتار لزاتشي فيه هنا يجوا يدوا الأرض ويبيعوها 1000 هكتار لزاتشي.